مليون ليرة سورية في المرحلة الأولى ونحو 400 مليون ليرة سورية في المرحلة الثانية. الحكومة وعبر مؤسسة الإنشاءات العسكرية تنفذ مشروع تعبيد وتزفيت الطريق البديل لحلب بعد قيام الجيش العربي السوري بتأمينه. هو الطريق البديل الذي قام نمور الجيش والقوات المسلحة بتأمينه وفتحه لدخول القوافل إلى مدينة الصمود حلب، ويعتبر حاليا شريان حلب الوحيد بعد أن تسللت المجموعات الإرهابية المسلحة إلى منطقة الراموسة. الطريق الذي يعتبر سيئا من الناحية الفنية تدخلت فيه الحكومة وبطريقة مباشرة، حيث باشرت آليات منذ فترة وجيزة تابعة لمؤسسة الإنشاءات العسكرية بعمليات دحل الطريق وتسويته، ويمتد على مسافة تتجاوز 25 كيلومترا، ويحتاج الطريق إلى تعبيد كامل. والمرحلة الأولى وبحسب المعنيين تم الانتهاء منها بنسبة 50% وبكلفة وصلت إلى 200 مليون ليرة سورية. المشروع نحن باشرنا فيه من عند دوار الشيحان حتى الشيخ نجار، طول المشروع تقريبا 25 كيلومتر. مشان المدة الزمنية نحن إن شاء الله بأقرب فرصة عم نشتغل ليلا نهارا. المرحلة الأولى هي عبارة عن تأسيس للطريق في كافة المناطق اللي هي ضريبة زراعية. كلفة المشروع المرحلة الأولى 200 مليون، الوزارة وافقت عليها من موازنة إعادة الأعمار، ونحن حاليا بتجهيز الادوار للمرحله الثانيه اللي هي مد قميص زفتي من قوس المدينه الصناعيه لعند السكن الشبابي. طيب هي التكلفه الاجماليه قد ايه القريبه تقريبا؟ هلا المرحله الاولى 200 مليون تم تحويلها لمحافظه حلب، المرحله الثانيه بحدود 350 ل 400 مليون. نحن اليوم حاليا عم ندرس عم جهز الأدبارة. الجيش ونظرا لأعمال الصيانة وحرصا على سرعة تنفيذ أعمال التعبيد قام بتحديد ساعات حركة المدنيين، خاصة باصات النقل والشاحنات الكبيرة، بدأ من الساعة 7 مساء وحتى 8 من صباح اليوم التالي، وذلك بشكل مؤقت ريثما يصبح الطريق جاهزا لاستقبال حركة المواطنين على مدار الساعة. إذن هي الخدمات تقدم من قبل الحكومة السورية لأبناء حلب بفتح الشريان الوحيد الذي قام الجيش العربي السوري بتأمينه وقدم عشرات الشهداء من أجل حلب وأبنائها. فالجيش يحارب الإرهاب بيد وباليد الأخرى عبر آلياته ومؤسساته، يقوم بتقديم الخدمات بالتعاون مع الحكومة السورية. شادي حلوة، التلفزيون العربي السوري، من أمام مدخل المدينة الصناعية الشيخ نجار، حلب.